السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في العدد الخامس عشر من التحقيق لونكات أشبه بالبارومتر هي هذه الحصة، فمع مقدم 22 جويليا من كل سنة ومن خلال استقصاء ميداني على مدار أشهر نقيس ونستقرئ لكم مسار تطور شرطة جزائرية تسابق برامجها التكوينية التحديثية الزمن، ولا يكاد هذا الحيز الزمن السنوي يفيها حقها. والمطمح هذه المرة تثمين ملمح شرطي إنساني تبلور جهرا أحيانا في صورة حملات توعوية مألوفة إعلاميا وسرا غالبا في أوجه أعظم وأجل قد تخفى على من يسبغون على الشرطي مجرد تحرير المحاضر والمخالفات. حساسين نحن إلى حد الريبة أحيانا إزاء شهادات العرفان والإشادة التي تصدر من داخل بيتنا، تماما كما قد لا تستهوين كثيرا منتوجات ميد إن ألجيريا، ومؤمنين بمصداقية ذات الشهادات إذا كان منبعها من الخارج. وقد يكون الأمر صحيحا جزئيا، وما كانت هذه الدول توزع صكوك الثناء والتقدير مجانا لإحدى مؤسسات الدولة الشرطة الجزائرية في صورة مديرها العام اللواء عبد الغني همل الذي قلد وسام الاستحقاق الفضي لوزارة الداخلية الإسبانية. Y Argelia tienen una larga tradición de cooperación en materia de seguridad que al final hay personas que hacen realidad esa cooperación. Y yo voy a decir que el mayor general Hamel, como director de la Seguridad Nacional, ha dado un impulso muy importante. Je suis très sensible a la tensión que ha été affichée par la Dirección General de la Sûreté Nacional a mon endroit personnel y al endroit de la Sûreté Nacional algérienne. Cette décoration a été certainement prononcée sur la base de critères et de paramètres précis. Je souhaiterais être à la hauteur de tout cet engagement. قسم لا رجعة فيه، يلزم الشرطي أيا كانت رتبته بتأمين المواطن من خوف وحماية ممتلكاته من سطو في الليل كما في النهار، في المواسم كما في الأعياد. رزنامة مضبوطة منهجيا قد تعكس آياتها الظروف وأولويات الأحداث، يكون لها رجل الأمن ممتثلة وتكون القيادة لاحتياجاته الاجتماعية منصتة لتحقيق معادلة الكفاءة المهنية. كان بالنسبة لهم أقرب إلى الحلم وقد طال ترقبه. هو القانون الأساسي للشرطة الذي أضحى حقيقة منذ 5 سنوات وانفرجت سريرتهم لميلاده، قانون أسس لاستراتيجية أمنية أرضيتها الحقوق معادلة الواجبات. فكان المنحى تلازم سياسة التطوير النوعي لجهاز الأمن الوطني مع توسيع رقعة النشاط الاجتماعي بمختلف فروعه، وليست الإحصائيات سوى نقطة في بحر إنجازات في قطاع السكن، الوتر الحساس للمواطن ومثله مستخدم الأمن الوطني، أكثرها تحقق بعضها سار وأخرى في الأفق بمختلف الصيغ، الاجتماعي، التساهمي، الترقوي والسكن بصيغة البيع بالإيجار، ما على موظف الأمن الوطني سوى إيداع ملفه بالمصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات دون أن يكلف نفسه عناء متابعة مسار الملف، وقد أوكل الأمر لأهله من مسؤولين يرتبون الأولويات ويسعون لتقليص حجم الطلب ما أمكن. كان أولويات كما الأقدامية في الأمن الوطني، أقدامية الطلب تاعو والصيغة التي تناسب الموظف الشرطة. كان سكن اجتماعي تساهمي سيجيو على سبيسي لونسيان بروغرام كي افوازين لي 10000 لوجمون، قدرنا بديناه في ليزاني 2005، دوك رانا قولي رانا تجسد
100% الحصه اللي تحصلت عليها المديريه العامه الوطني في اطار صيغه عدل اللي هي 25534 الف سكن. اليوم الحمد لله نقول انه دخلنا في الملموس، دخلنا في حيز الحصول على الأوامر الدفع، تكفلت بها المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات التي تكفلت هي بالتنقل عن طريق إطاراتها إلى وكالة عدل، وكان بتدخل كذلك من طرف السيد لواء المدير العام للأمن الوطني حتى لا يكلف الموظف هذا العناء. أستنيت بسخاء قيادة عليمة بقلة حيلة موظفها أمام متطلبات الحياة اليومية، ارتفع مبلغ الإعانة المالية للحصول على سكن من 100,000 دينار إلى 150,000 ف250,000. أي كنت باش نعطيك لو دو فيرس مقطع لديا قيمة مقدرة 25 مليون سنتيم. مبروك عليك. الحاجة خير إن شاء الله. بالشكل باش نخلص لابريمير طرونش تاع الديار. مبروك عليك. الله يسلمك. هذا القرض يسلم لكافة الموظفين المستفيدين من حصة الـ 25,534 سكن، وأقول أنه كان العبء كبير جدا على صندوق الخدمات الاجتماعية، عبء كلفنا ما يفوق الـ 500 مليار سنتيم. أقول حتى يستطيع الجميع أن يدفع القسط الأول. قمنا بعملية أولى على مستوى أمن ولاية شلف، أمن ولاية الجزائر، أمن ولاية سطيف، وفي خلال الأيام القادمة سنقوم على مستوى أمن ولاية قسنطينة وميلا، والعملية سوف تعمم على كل الحصص المبرمجة على كل الولايات. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. وعن العمرة المبتغى، فأرقام المستفيدين من موظفي الشرطة المتقاعدين وذوي الحقوق ممن ينوبهم سنويا وعلى عدة دورات من كرم القيادة نصيب تفي الكلمة حقها. عام شحال من عمرة تنظمون؟ حوالي 500 معتمر في السنة. وهذا العام وصلنا ل 600 معتمر. المديريه العامه للامن الوطني والحمد لله مازالوا اني مالقري خرجنا روتراث. والله مالقري خرجنا روتراث بصح مزلنا يد واحده. فعلا هناك خدمه عموميه يعني تقدر تقولي ملموسه ليست محسوسه. الحمد لله يعني التسهيلات لابعد الحدود. كل شيء قابل للتنميق إلا كلام القلب الذي ليس عليه سلطان إلا سلطان العفوية، عفوية عبد الغني بن 17 الذي أقعده المرض عن قضاء حاجياته البيولوجية قبل أن يبتسم له القدر، ولم يكن الأمر يتطلب من والده الشرطي أكثر من مراسلة المدير العام للأمن الوطني لإعانته على مصابه بعدما استعصى عليه معالجة ابنه. أرسل الطلب عن طريق السلم التصاعدي، ولما وصل إلى السيد اللواء أعطى الموافقة من أجل التكفل بابن الزميل ونقله إلى الخارج من أجل العلاج. قل بارك الله فيك وإن شاء الله ربي يعينه ويتمنى. أمثال عبد الغاني ممن استفادوا من تكفل طبي للعلاج بالخارج على نفقة المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني خلال الخمس سنوات الأخيرة كثر. ليست هذه سوى شواهد على مدى إنسانية جهاز شرطة غالبا ما كان ينظر له بعين واحدة، عين الزجر. أزيد من 300 اتفاقية طبية مع مختلف المراكز، مستشفى دويرة الحقيقة القريبة، تخفيضات بالجملة في مجال النقل الجوي الاتصالات، وقس على ذلك من مراكز راحة وغيرها، تضع النشاط الاجتماعي للمديرية العامة للأمن الوطني في مركز قوة على قدر همم رجالاتها وعطاءاتهم.
استثناءات هي حالات العلاج بالخارج في وجود تكفل طبي بشري وهيكلي في أرقى صور الحداثة والمقاييس العالمية على شاكلة قاعة العمليات بمستشفى الأمن الوطني التي تم تجديدها عن آخرها وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية. هي أفاق واعدة، واعدة بالنظر إلى البرامج المسجلة، واعدة بالنظر إلى الرؤية السديدة لانشغال الموظف، واعدة بالنظر إلى التقرب أكثر فأكثر من هذا الموظف والاطلاع على انشغالته حتى انشغالات عائلته. تيليميدسين أو المعالجة عن بعد تقنية طبية تختزل المسافات، ويختزلها هذا العرض لعملية جراحية بمستشفى الأمن الوطني يتابعها في حينها أطباء من مراكز طبية بنعامة، سيدي بالعباس، غردايا وعنابة. هي بمثابة خبرة طبية تستثمر في معالجة حالات مرضية بعينها دون تحملها مشقة التنقل. البروفيسور اللي كان في قاعة العمليات كان يكون مباشرة وعلى المباشر الأطباء على الآخر، دونك عندها جانب تكويني. الجانب التالي إلى حالة تتطلب لاكونديت اتونير، دونك هذا الشخص باش ما يكلفش على التنقل إلى الجزائر العاصمة باش يشوفوا له الراديو نتاعو هذاك، مباشرة تم عرض هذا الراديو عبر يعني اونيتا نيميريك مباشرة، وكانت الانتربريتاسيون تاع هذا الدوكيمون ا ديستونس في حينها. المحاكاة عن بعد تقنية واحدة ضمن منظومة برامج عصرية أهلت الشرطة الجزائرية لتحديث وسائل الممارسة واحترافية أدائها. الشبكة الوطنية لنقل المعلومات لوريزو ناسيونال دي ترانسميسيون دو دوني تاعنا تاع لا دي جي اس ال، اللي هي شبكة من الألياف البصرية. نشير لك فقط أنه في العام السابق فقط أنجزنا حوالي 1000 كيلومتر من الألياف البصرية، 1000 كيلومتر من الألياف البصرية اللي مست العناصر المصالح الشرطية تاعنا في الميدان، اللي هذه الشبكة تمكن جميع المصالح تاعنا تاع الشرطة تدخل إلى قاعدة البيانات المركزية للأمن الوطني على غرار قاعدة البيانات الأشخاص المبحوث عنهم، السيارات المبحوث عنهم، وتطبيقية استعمال التطبيقيات التي أنجزت يعني من طرف مهندسي الأمن الوطني. في الطب كما في التكوين يسعى نظام المحاكاة أو الاتصال عن بعد إلى توسيع آفاق ورحاب المناقشة الأمنية بعيدا عن التلقين الجامد الأحادي المصدر. فيما يخص الدورات التكوينية نقدر نعطيك يعني في هذه السنة هذه 4 سنوات هذه الدورات مست 60,000 موظف شرطة بما فيهم موظفي الشرطة الذي تم انتقاهم للتكوين في الخارج، للعدد يفوق 1500 موظف شرطة تكونوا في الخارج. عدد الدول التي تكونت فيها الشرطة الجزائرية تفوت 54 دولة أجنبية، يعني هذا يبين مدى اهتمام القيادة العليا للأمن الوطني بتكوين موظفيها. اتفاقيتين التي عقدتا مؤخرا مع السيريست في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية ليكون فيها تكوين قاعدي للأفراد نتاعنا، وكان تكوين متخصص حسب الطلب، وكذلك بجانب التطوير لكل ما يمس البرامج المعلوماتية اللي تمس بصفة عامة الجرائم الإلكترونية. هناك أيضا اتفاقية أنجزت في مجال البحث العلمي مع CDTIA لو سونتر دو ديفلوبمون دي تكنولوجي افونسي اللي كاين ببابا حسن، اللي فيها عده يعني برامج للتطوير. كان عندنا مشاريع كبار، مشاريع مدى الشرطه يعني كبيره، كنت قال شفتوا تاع وهران اللي بدات تاع الصيف، كان تاع ورقله تاع تمرات يعني عبر التراب الوطني. عندنا مشاريع تاع فيما يخص نادي الشرطه، فيما يخص مستشفى يعني كبير في العاصمة باش يجي دعم المصالح الطبية اللي عندنا. يعني هذه كل مشاريع تصب يعني في باش تمكن الأمن الوطني يكون عنده يعني فعالية في الميدان. ولأن كل تصرف بحساب، ها هم الطلبة الملازمين الأوائل بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني بسمعة يتشربون التقنيات المهنية لتوقيف الأشخاص بالاستناد
إلى الدعامة السمعية البصرية المتبوعة إلزامياً بالإسقاط التطبيق الميداني، والقاعدة الأساس عدم الاستعمال المفرط للسلاح. حمزة واحد إلى حمزة راك مبلوكين بلوكي فلاريار يقول سلابون سي بون سي بون دونك قال طوب طوب باش تهبطوا في نفس الوقت توصلوا عند السيارة في نفس توقيتها في الطريق. تفضل المدرسة التطبيقية للأمن الوطني بسمعة كونت منذ تأسيسها سنة 69 380 دفعة، ما يمثل 86 ألف متكون، أي ما يقارب نصف تعداد موظفي المديرية العامة للأمن الوطني. كونوا ضباط اللي راهم رايحين يوليو قاده ان شاء الله في الحياه العمليه، لازم نزودوهم ونأهلوهم للقياده ولتفادي كل الاخطاء التي من شأنها التأثير على العمل اللي تقوم به المديريه العامه للامن الوطني لتحسين الخدمه الامنيه. فيه مواد مهنيه، فيها مواد تكميليه، فيه مواد تقنيه. هذه المواد تدرس داخل المدرسه وتقدم دروس نظريه وتؤكد وتطبق عن طريق لعب الأدوار. تكوين النوع تكميلي استفاد منه بعض المتربصين لمدة 9 أشهر بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، والالتحاق بعدها مجددا بمدرسة السمعة لاستكمال برنامج التكوين من خلال تمثيليات وإعادة بناء افتراضي لوضعيات المعاشة فعلا تستدعي تكيفا مختلفا في كل مرة. وهذا نموذج لتمرين تطبيقي يبرز كيفية إيقاف شخص مشتبه فيه والإجراءات القانونية المعمول بها بأمن حضري مجسم للتدريب. انت كيجيبوه لك اللي تقوم بالسماع ديالو هكذا، وانت يا لا فيكتيم تروح من لا ريسبسيون تجي لهنايا رئيس الامن الحضري راح عنده عامل مع الفواج تاعو راح يعمل مع المحطه. خلاص عرفت الدور تاعك كيف حتى نبغديها فجاه وكان يهضر بالتليفون شفت عليه الموس قلت له عطيني التليفون بالك بلي فعلا هذا مجرم قانونك ما ادري موس لا يسموها باللغة الأجنبية الطالب راه رايح يستفاد من التجربة نتاعو لو سافوار. لو سافوار معناها من المعلومات اللي اكتسبها، لو سافوار فير التجربة اللي راح يكتسبها، إيه لو سافوار اتر كيفية التعامل والتعامل مع الوضعيات المختلفة اللي راح الطالب خطة أخرى يتعرض عليها في الميدان. علاه راح يتعرض ويعيش بعض الوضعيات اللي الأستاذ نتاعو ما يكونش تم، المدير نتاعو ما يكونش تم، واش راح يدير؟ راه رايح يعاود يرجع واش يكسب من معارف من تجربة ومن علم لمواجهة تلك الوضعية وإيجاد الحلول في الوقت المناسب. هذا التمرين يمر على مصفات ملاحظات الطلبة الملازمين الأوائل الذين يتابعون عن بعد أدق جزئياته ويدونون الملاحظات للإفادة والاستفادة. حضارة حبينا نعرفه في حالة ما إذا هرب الشخص الخطير هذا اللي قمنا بالتقييد نتاعه، ما هي الإجراءات اللازمة ولا الاحترازية اللي من خلالها نمنعه من الهروب؟ ان التكيت راح اشكال باللي هذا الجاني يمكن الفرار، فهذا يعتبر واش يعتبر خلل في الاجراءات وفي الاعمال تاعنا الميدانيه. اليوم معنا مدارس مختلفه حديثه فيها مواد حديثه فيها تكوين حديث تشكل رجل الامن الكامل سواء كان امراه او رجل الامن الكامل الذي يكون في خدمه المواطن ويكون في خدمة أيضا كرامة المواطن ويكون في خدمة القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع. عند مدخل مدرسة السمعة التقيناهم ونحن نهم بالمغادرة وقد وصلوا لتوهم،
هم مجموعة من إطارات الشرطة البنينية تستهويهم وتستلهمهم التجربة والخبرة الشرطية الجزائرية، فجاءوا لينهلوا ما استطاعوا منها. Sommes des motocyclistes, nous sommes venus pour recevoir la formation des formateurs. Et pourquoi l'Algérie spécialement? Parce qu'on a appris que l'Algérie est oui, la police algérienne est la meilleure en matière de motocyclisme. وليس الوفد البنيني سوى اسم في قائمة دول عربية وإفريقية تطول، ويكفي مدرسة السمعة وحدها شرف تكوين 37 دفعة من 19 دولة عربية وإفريقية. Au nom de mes collègues, je vous promets que nous allons transmettre fidèlement nos connaissances acquises dans cette école aux motocyclistes béninois dans la discipline et dans les règles de l'art. Vive l'école d'application de la sûreté nationale de Souma, vive la coopération bénino-algérienne, vive l'Algérie, notre deuxième pays. متخطية حدود القارة السمراء والبلدان العربية وبهدف الاستزادة من التبادل المعرفي لتكوين شرطي محترف، زيارات متوالية للمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل نحو عديد البلدان الأوروبية، تماما مثل ما كانت الجزائر قبلة عديد مسؤولي معاهد التكوين المشهود لها في العلوم الأمنية، كانت عصارتها إبرام مجموعة من الاتفاقيات لتسويق التجربة الشرطية الجزائرية واستيراد ما يزيد عن ذلك من أطر مرجعية حديثة من هذه البلدان. تحتوي هذه المذكرة على استقبال متربصين من الجهتين، أي من الجهة الجزائرية ومن الجهة الفرنسية، كما تكون للشرطة الجزائرية الفرصة لاستقبال 120 متربص فرنسي في سنة 2016. وتحتوي كذلك هذه المذكرة على تنشيط ندوتين في السنة لصالح كل الإطارات الجزائرية. نسمع أن هناك دول كبرى كفرنسا وغيرها تعقد اتفاقيات مع مديرية العامة للأمن الجزائري من أجل التكوين والتبادل في الخبرات والتكوين. كذلك أيضا بالنسبة نطلع دائما على أن وفود شرطوية تأتي من بلدان الخليج من كل العالم العربي، أولا لكسب الخبرة الجزائرية، لاستقبال خبراء من الأمن الجزائري لتدريب أولئك يعني في بلدانهم. وهذا ماذا يعني؟ يعني بأن هذا الجهاز أصبحت له مكانة دولية عالمية. Sur la police, sur leur métier, il n'y a absolument rien à dire. Ils sont professionnels, ils sont entraînés, ils ont l'habitude des cellules de crise, on le sent. Dans l'exercice qu'on a monté à leur profit, ils étaient impliqués, ils connaissaient bien leur métier. في مثل هذا الأمن الحضري بأمن ولاية البليدة، فتح مفتش الشرطة موسى قلمين ذات سنة 2008 تحقيقا حول ملابسات استغناء أم عن رضيع كان لقمة سائغة في يد متسولة استغلت تماسيح وجهه البريء لاستجداء العطف، ولم تجل بخاطره وقتها أنها ستكون القضية المنعرج في حياته، وستكون لكم كمشاهدين بصمة إضافية على أنسنة جهاز الأمن الوطني. خارج سيب واحد دوك اللي تسولو حاكمة صبي قاعد يبكي، وأنا كانت عندي 30,000 في جيبي شتو يبكي يبكي، قلت له قال نجبد نعطي لها 20,000 ولا قال لي تشري لا حليب ولا حاجة. فينا ممكن رحت ليها شافتني بدا تقول لي أنا خاطيني يا شاف أنا خاطيني واش كاين؟ قالت لي لا لا يما جبت وحطاته هنا على 9 تاع الصباح وراحت. او قلت لها ودي قالت لي انا مش يما هيا في مأمور في هذيك المتسوله فتا بها بصابي جبتها من الحضر الرابع وبعد دينا الامور بالاجراءات دينا لوبيطال قاسني في قلبي كي شفنا ليطا تاعو فريمون انسان مؤمن ما يديرش هكذا.
كتبناه ديناها معنا للدار كفنا به. أسمى صبر وقد كان صابرا على ما أتاه وهو لا يعي شيئا قبل أن يشتد عوده ويختار له أصدقاؤه اسم اللاعب الأسطورة البرازيلي كارلوس. تبناه واحتضنه ضميره قبل قلبه ولم يكن قط محروما من نعمة الأبوة، وهو الأب لثلاثة فتيات اختطف الموت إحداهن في عز طفولتها، فأججت رؤية الرضيع الضحية في جوارحه مشاعر الشفقة والرأفة، فكان له من مخالب الشارع نصيرا، هو الشرطي الإنسان المفخرة والرسالة، فمتى كانت الشرطة عنوانا للقمع. صبري مش تحب تخرج كي تكبر؟ مش تحب تخرج؟ راجل. صح. وش تاني وش تحب تخدم؟ بوليس. ما طبعك؟ العمل مليح إنساني ينم على واش؟ يعبر على الإنسانية والشعرية تاع رجل الشرطة. La police judiciaire est la seule police qu'un État démocratique puisse avouer. الشرطة القضائية هي الشرطة الوحيدة التي يمكن لأي دولة ديمقراطية أن تقر بها. وما كان لجورج كليمونسو أن يقر بذلك لو لم يكن من منطلق قناعته بنجاعة الشرطة القضائية أيا كان مجتمعها أو سياقها. في الجزائر لا تسأل عن لابيجي، فمن منا لا يعرفها لأنها تظل الأوثق صلة بالمواطن محور تحركها. حل شفرات قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات من قبل مصالح الشرطة القضائية التي دائبنا على إدراجها في تحقيقنا منذ ولادته ليست سوى جزءا غير ممثل بحق لمجهودات أشمل وأسمى تبذلها الشرطة الجزائرية تستنطقها أرقام القضايا المعالجة سنويا، وما قل منها من ملفات لم تجد طريقها إلى الحل فلا يسقط بالتقدم، يكون له السند العلمي والتقني الذي يمنحه صرح المخبر العلمي للشرطة بأنظمته المعمول بها عالميا. وكان للشرطة الجزائرية سبق الانفراد ببعضها ضمن منظومة الدول العربية والإفريقية كنظام أفيس دعما لحل طلاسم جرائم وقضايا تعود إلى سنوات خلت من قبيل تحديد هوية الضحايا وما يتبع ذلك من راحة نفسية لذويهم. نسميهم البركة، نسأل مرضاتهم ونستبشر بدعائهم لنا عن طيب نية. هم أمهاتنا وأباؤنا ممن أحنتهم تعبا وسقما السنون بمختلف الأمراض المزمنة، فكانت لدوائهم المكلف بطاقة الشفاء معينة. المتورطون في قضية الحالة المستقاة من أمن ولاية البليدة أعمى بصيرتهم المال ولو كانت الضحية في مقام الوالد أو الجد. ليغيكا اسم لدواء يعرفه جيدا مرضى السكري لا سيما المتقدمين في السن. إلى وقت قريب كان يتم شراؤه بأبهض ثمن قبل أن تنظر الدولة بعين الرأفة لهؤلاء وتدرجه ضمن قائمة الأدوية المعوضة 100%. لي جون اللي عندهم الساقين مقطعه ولا اللي عندهم اون دولور ما يقدروش يصبروا لها عنده ان ايفي بور لا ريلاكساسيون دو كور. Elle existe en 3 dosages. Elle existe le 50, le 150 et le 300. الى هنا كل شيء عادي، لكن ما كانش معروف، كانوا غير الاطباء يعرفوه. من بعد كي ولاو يعرفوا لا كونسوماسيون تاع لي دروغي ولاو ولات لا دوموند كثرت هي تاريفي جوسكا اترافيكي لي ترافيكي دي زوردونونس. مش فاهمين. سلامة. وهنا مربط الفرس الذي امتطته سعاد الراجل، اسم الشهرة لفتاة أربعينية مطلقة وأم لطفلين، مختصة في السرقة بالأمان فول دو كونفيانس لبطاقات شفاء مرضى السكري من المسنين
لشراء ليغيكا الرائج باسم الصاروخ في قاموس مروجي المخدرات. ذكاؤها توصل إلى أنها فوق 75 سنة، هذو المرضى اللي يفوتون على المراقبة الطبية ويكون الدواء هذا يكون مجاني. هذه العصابة استعملت هذه الطريقة لكي يقومون ببيعها بمبالغ مالية باهظة لمدمني المخدرات بثمن يفوق 400 دينار جزائري للقرص الواحد. التحقيق وصل باللي في بعض المعاملات لمريض واحد في خلال شهر بالاتصال مع الضمان الاجتماعي المبلغ فاق 140 مليون سنتيم. يا ودي قضي في حركة جيت نقصت في واحد السيرفيس، عندنا جوزة مريضة عندها السكر جلها مقطوعة ما تزرعش بزاف يا ودي خاصها الدواء اللي ما فداوي به. تغيير الولايات في مسيرة النصب والاحتيال والسرقة لدر الرماد في عيون شرطة لا تنام لم تجد نفعا أمام احترافية واقتدار مصالح الأمن التي خططت رصدت ونصبت الكمين لعصابة بطاقات الشفاء. قضية ليريكا 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 كاشي كومبريمي يستعملوا البسيكوتروب ما على بالكش. هم عندنا كاع الادله ضدك، عندنا الموقوفين مشتبه فيهم تاع العصابه وانت على راسهم، وعندنا احترافات وعندنا ادله ضدك تكفي باش دينك امام السيد وكيل الجمهوريه. واش عيطوا لك؟ سعاد الراجل. علاش يعيطوك سعاد الراجل؟ على بالي هما غير يسموك كي يشوفوني ندور بالك مع رجاله بزاف. انا شفتها خدمه خدرت كيما الناس. هذه خدمه بالنسبه لي. اي واش ندير دخلتي ديجا الحبس؟ اه. على واش؟ خطر على النصب واحتيال و ثلاثة مخدرات. اسم حنان نزيد لك اسم حياه نزيد لك محمد نزيد لك لاميا نزيد لك رفيق نزيد لك لي فارماسي نزيد لك الطب نزيد لك الجماعه اللي وقفوا اللي توقفوا في بومرداس اللي راهم في المؤسسه العقابيه في تجلابين. ما على بالكش؟ ما على باليش. احنا على بالنا. انتم على بالكم. والتحقيق اللي درناه احنا قبل ما نوقفوا كان عندنا التحقيق، وصلنا لنتيجه انك انت هي الراس المدبر للعصابه. بصح هي راس البلان ما نعرفش هذا شوفه واحد هي قلعت هذا السيستم تاع لي كارشيفا وتبدل البنات تبدلهم باش ما يمرقولهمش عند لي فارماسيان وكذا ونروحوا في لي لايف ديرني نروحوا تقابر لي بارمانونسيك تاع السبيطار تاع الطب وكذا تروح تخدم دي زوردونونس وكذايا هي وتجيب لي كارشيفا تاع الشيوخه وكذايا. انت قادر تقول لي اكثر من راجل واش من المراه هذه تاع حاجه اللي تعرفهم ما يعرفهمش رجلها هذه ماهيش غير هكا كبرك. انا سفهتني بالدراهم اللي تنشوف الدراهم بزاف يدوروا. كي يجي واحد يجيب لك كرشي فتاع بابه واش يتقاضى بالمقابل؟ تعطي لهم سيفه غير هكا كبرك هي الصح. شابو باسكو قلت لك جيتي ايتوني كي شفت لوردونونس كو جافي سيرفي 7 8 موا شفتها عند لا بوليس جي لي تروفي انتر مي مان ساما جون ريفني با. بفضل مجهودات لا بوليس ومجهودات الدولة كي انسيتي سي تيل كي ا دوني لوردر جو بونس اي لا بوليس اوسي داروا مجهودات كبيره بور ميتريزي لا فونت اي ميتر ان بلاس اون لوا بور جيري لو برودوي سور لو مارشي. سيدي بالعباس التي زرناها قبل 10 سنوات من اليوم في دورية الزرق بمناسبة عيد الشرطة 2005 واقتطعنا لكم منها جزءا من مجهودات مصالح الشرطة في صورة قضايا تتماثل في ولايات أخرى ولا تنفرد بها بالعباس وحدها. من هذا المكان الذي احتمينا به ننقل لكم الصور الحقيقية لنسوة كنا تطالبن في الصور المتعاقبة قبل قليل بحقهن في السكن، وقد حولنا السكنات المهجورة إلى أوكار للدعارة.
انظروا ماذا يحدث بالأحياء السفلى حقا والمحصنة أمنيا 24 ساعة على 24 ساعة بمجرد انسحاب الشرطة لساعتين فقط. والسؤال العالق، لماذا الإبقاء على هذه الأحياء التي تمثل عشا للدعارة؟ عدنا إلى سيدي بالعباس، إلى ذات ما كان يسمى حي القرابة، وكان عودنا أحمد ولم نجد منه سوى بقايا أطلال تأسس على أنقاضه هذا الفضاء التجاري الخدمات الذي امتص عددا من بطالي الولاية. كري كان حي يقولوا له بكارتي كان في واحد السوالة واحد أخرين ايه ميضر وقت حسنت الأمور بكري كان فيه لي زاكسيدون بزاف لي برابول تاع لاغريسيون لا فام ما تفوتش منها كي جيتي نتوما هنا ما شاء الله درتوها غايه الغايه ما عندناش كاميرتو مليح سويتو غايه الان عندنا النقطه السوداء ما بقاش كلش راه اون فامي الناس مجمعه الناس تروح ايماجيني انت الامن قلت لك ما تتعلل مجهودات جباره قامت فيها مصالح الامن لتضافر الجهود مع الجماعات المحلية وكذا الإعلام بالتنسيق مع وسائل الإعلام منتفة بما فيها التلفزيون الجزائري الذي أصر للمرة الثانية لمعاينة المكان والإطلاع على الوضعية الحالية التي صار عليها الحي حيث أصبح حي احتضن عدة مرافق عمومية وكذلك أسواق جوارية. كالعادة تنظم أمن الولاية عملية شرطة أترافر للسيكتر المطلوب منكم التدخلات تكون بعقلانية وتكون في إطار القانون. لترسيخ شعور السكينة لدى المواطن العباسي واستنادا لخطة وقائية استباقية أساسها إحصاء وتحليل أسبوع للنقاط السوداء تنظم دوريا مثل هذه الخراجات الميدانية والمداهمات لأوكار الجريمة. السلاح الأبيض هو المشهد المتكرر خلال هذه المداهمة وهو عنوان لجريمة صغرى قد تكون عواقبها كبرى صغر شباب يسترجلون بحمل الكلونداري. ها خدمتو هذا التسبيح واحد ديريكت ها نخوف به ما نضربش به نخوف به ماشي تقريسي به لا ما نقولش به لا ها لا نحرز به روحي اختي انا سيكوريتي زعما ما كاش بروبليم قاعدين منين داك نسهروا حتى 4 تاع الصباح هذا هو الامان كي يشوفوا الدوله الدور وكاع ومننا نرتاحوا. وهذه النفس الأمارة بالسوء حينما توسوس لصاحبها باقتراف جرائم قد تختلف في الحبكة لكن قاسمها المشترك هو السرقة بالاعتداء على مواطنين أبرياء في بلعباس أو في غيرها كما في الجزائر أو في بلدان أخرى تظل الجريمة قائمة ولدحرها مصالح الأمن عازمة. والمبتدأ بما تشاهدون انتحال صفة موظف بإحدى الشركات الوطنية وربة بيت تخونها سذاجتها وتفتح الباب لطارق أوهمها بوجود خطأ في الفاتورة. ماشي مشكلة احنا راحنا السيرفيس نوريك بالميك باش تعال تفضل يا سيدي. واش حابين شاتكم؟ وراهم دراهم وراهم ذهب وراهم وين
دراهم هذا ما كان دراهم معليش بشويه ما تقاتلش روحك لو كان كي شغل زرعوا فيا رعب كبير يعني راني ستريسي بزاف من هذيك لاسين اللي صرات. هذه الضحيه تعرضت لها السرقه، سرقه مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم. الا له تمكنت افراد الشرطه تاعنا والتحقيق من والتحريات من التعرف على احد افراد العصابه. في غفله من امرهم وفيما كان المتهمون الثلاث ينسجون خيوط جريمة النكرة مماثلة على ضحية أخرى نسجت لهم مصالح الأمن الحضري الخامس ببلعباس خيوط عنكبوت وقعوا في شباكها في قضية تتعدى أبعادها مجرد السرقة إلى الصدمة النفسية المودية إلى الموت أحيانا في حالة الأمراض المزمنة. عندي واحد صاحبي اسمه سمكة. شكون سمكة هذا؟ شكون سوريكور؟ سوريكور اسمه سوري. زيد كمل. أول بال أمور هذه. تبى صحب الدراهم لنا تخطيط. إيه. فهمنا النهار دي يكون دي غير نزول تاعها. إيه. دي حولي. وفي مكان منزو بعيدا عن الأنظار الشخص الذي ترون منهمك بإلصاق لوحة ترقيم وعداد سيارة أجرة مزيفين لانتحال صفة سائق سيارة أجرة قبل أن ينفرد بضحاياه من الجنس اللطيف لتجريدهن من الغالي والنفيس تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض. السلام عليكم. السلام عليكم. وكراحة نمشي سيد جلالي الله يرحملك شباب اختي وصلني عين قدام هنايا وعاود يحطك في سجل لا ماكش مقلقه والله لا عندي مرض عيطت لي دار لك شي باني زعما تبطيش اختي باسكو انا ثاني خصني ندخل شويه بكري لا اختي غير حطني ويفوتك اي صح اختي ماكاش مشكل الله يحفظك اختي بارك الله فيك صح بغيت فيها الفلوس الاولى ومعليش خويا غير ديها سابا سمحي لي اختي لا معليش معليش انا باش نبيت السيكيورتي خويا من وراك الدايني وصل اختي وبصح اختي قالت لك منا هو قالت لك شي بني تاعها قالت لك انا مريضه بغيت نوصل لها هنايا واغي باش ايفيتي سيركيلاسيون منا تاعها حتى سيركيلاسيون اختي ما كانش سيركيلاسيون منا لا راه شويه لا صاي هنا بغي ندورو هاد الدوره بعدين كنصرف على البيستا على البيستا وين خويا هاد الدوره هنايا دوك راكي خايف راكي راكي في طاكسي لا اختي على فوتي لينا راه النيميرو راكي في طاكسي اختي لا خويا شنو مدخلك هنايا نورمال كيف نورمال هادي نورمال كيف خويا منا ما يقصوش هنا على الشيطان صايي صايي اي خويا شاك قال 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 دالي زوج خواتها وسلسلة هذا مكان كون عرضوا لك الصور كنت تشوفيها من الوهلة الأولى تقدري تعرفينها؟ واه كنت في محطة تاع السكرة نعم إيه كنت خارجة شت طاكسي ريشتها بديت نقول لها ريشتها وبت الفاليزة تاعها وبت نحطها حدايا جا الطاكسي ونزل بحال العمر وحطها في الرقم وبدا وصلنا
الله أكبر الله أكبر. ودا وصلنا لحبيب الحمودة. صاير يحكم بيا طريق هذيك هي. نحكم بيا طريق صاير وتحبسني بلاصة ثانية. نزلت وقت نزلت فكرت. فكرت مالات تاعي. مش فكرت هبط معي التاكسيور سيارة. شوف الشخص هو نفسه ورا على متن سيارة قريب. وصل تبعوت تلقبوت قد ترصت فيه تقنوشي لقدام فاروق 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 عزراء وفاروق تاعه. وبالمثل لم تكن حيلة هذا الشخص الشاد عن شرفاء مهنة سائقي سيارة الأجرة لتثبط عزيمة عناصر الأمن الحضر السابع ببلعباس لإيقاعه في قبضتهم بعد استثمار وتحري دقيقين نتيجة خبرة ميدانية واحترافية لا تضاهى. على بالك علاك انا على بالي واش خدمت انا نكري الوطن انا ندور نخدم طاكسي خاطرك وخاطرك كيفاش طاكسي عندك رخصه باش تشغلها في الطاكسي ما عنديش الشركه تاعك العمليه تاع السرقه اللي كنت تعملهم راح كتلنا كلش ماذا بيك انت بلا مراوغه تعطينا كاع ديطاي شصرا شوف هذيك اسمها الزوجة تاعي ونادت هذا الصوالح باش ندير العرس ما نجيك في الصح وقلت لها اكتيفي باش نتزوج ولا مروحي ونحبس هذا الشيء يسمح لك باش تسرق الناس شوف انا ما كنت نضربهم لا والو انا كنت غير نخوفهم حضرت معليش اختي معليش تاعي هذا تاعي معليش اختي معليش تهبي هذا معليش صبري شويه شوفوا راه ندو للتحقيق ونشوفوا الا كان هذا الذهب تاع بين ضحايا ديجا كاين هذه راهي مسرحتنا عليها السيسه دور مسرحتنا لي واحد الاخرى بكي معليش اختي معليش نحولوا المصلحه لفائده التحقيق ومام هذا الساك وهذا الفاليز هذه هي نفس المواصفات اللي صرحوا بها الضحايا المسروقه تاعهم التفتيش مازال متواصل في الغرف الاخرى والاخت اللي فاليز هذوك منين جاوك الحدود تاعي شريتهم انا بصح كاين اللي ديك ديكلارا بلا كيفهم ها بلا كيفهم والله غالب هو اللي زيرني زعما باش نقول ندير كيما هكا قال لي باش نديرو العرس هو اللي طمعني زيرك على السرقه واه بصح انا والله ما كنت ندير حاجه الشيف هو اللي كان يدبر راسه انا كنت غير نطلع مع لي فيكتيم مستوى دراسي ليسونس احكي لي كي ساقت الضحيه الاولى والضحيه الثانيه هو كان يكري الواطا يجيب الواطا تاع لوكاسيون كان يدير هذوك لي نيميرو تاع الطاكسيات كان كيشوف مدام هاك شغل في الدايره الذهب وحدها هكا جايبها روحها يقول لي نروحوا غير للنساء باسكو نساك شغل فيبل اش كنتو تهدو
انا والله ما كنت ندير حاجه شاف، انا كنت غير نقولها قلعي، هو دي فوا كي تقعد تشوت هكا شي حاجه زعما تزيد معاه في الهضره ولا ينزل لها بالبوشيه. ركزنا كثيرا الجانب المعلوماتي وتبعنا بالجانب التقني والتتبع اللي مكنا في الاخير من توقيف صاحب السياره، توصلنا للشركه تاع صاحب سياره الاجره. ثالث قضية دائما بالعباس النموذج في هذا التحقيق وليس الاستثناء، كل الطرق مباحة حتى ولو كانت جلابة، ولا شيء يخدش الرجولة حتى ولو كانت تمثل بالمرأة للسطو على ذات المرأة. باش تلبس هكذا حجاب باش تسرق نساء؟ انا هاد اللي ديرها لي واحد صاحبي راه في الحبس. تعمل هاد الحجاب تعرفتي؟ ما شفتكش كي ديتو؟ لا ما شفتنيش. واش فوا عندها بالحجاب ولا تبدل الطرق تاعك باش تخرق؟ خاطر بلا موطو، خاطر بسونتروا، خاطر ابي، خاطر جيلباب، خاطر واش داولك مدام؟ داري كاع الذهب اللي كنت لابساته، منعيش لي باك، داري الساك فيه بورتاب، فيه صوالحي، فيه دار، داه لي دمرني مع الحيط، قاصني وروح. نعلمك المجتمع اللي راه يبتدي يصير شويه. ولأن الشرطة من أمام المواطن ومن ورائه لصونه وصون ممتلكاته، وعددها اليوم يفوق 200,300 شرطي، عناصر الأمن الحضر السابع ببلعباس تضع حدا لكابوس الرعب الذي زرعه المتهم في أوساط النسوة. رانا كاع نسخروا الوسائل باش نحلوا القضايا تاعنا في أقرب وقت ممكن، ونخلي المواطن يشعر بالارتياح والاطمئنان تجاه المجهودات اللي رانا نبذلوها. 88% حتى 90% نسبة المعالجة تاع القضايا. تخون؟ نخون. تسرق؟ هذه هي خدمتي. ما عاد ما زيد نقول لك انا صاي براسك، راني بين يديك، دير فيا اللي بغيت. بروبليم ما راهش فيك انت، انت دروك صاي كيما هكا انت راك عبين يدينا حنا كيما هكا غادي نخدموا معاك قانونيا. بروبليم انت في اللي فيكتيم الضحايا. مازال غادي نزيد نقول لك غادي نعيطوا لي فيكتيم الضحايا وخت اخرين ولا تعرفوا عليك قضية غادي تزيد تغلاط. نشاطها العمليات الميداني يظل نشاط الشرطة القضائية لصيق بالمواطن الذي يحتمي بها لحل مشاكله الأمنية وما خاب كثيرا. ونسبة المعالجة في منحى تصاعدي، تصاعدية آليات مكافحة جريمة عابرة للحدود أحيانا، لم تستحصي على خبراء المكتب المركزي للانتربول بالتنسيق مع المصدر لحلها. نستطيع أن نقول اليوم أن جهاز الشرطة، الجهاز الأمن الوطني الجزائري أصبح جهازا منافسا لدول عظمى. جريمة في السابق كانت ترتكب بوسائل بسيطة، اليوم التكنولوجيا تطورت، كاين فيسبوك، كاين تكنولوجيا متعلقة بالتيسي، إذن لابد المديرية على الأمن الوطني في جانب التكوين تكلمنا عليه، في جانب الاهتمام بالعنصر البشري، لازم ادخلنا ما يسمى باقتناء الاجهزه الحديثه التي تواكب هذا التطور. صور حقيقيه مهوله تنفطر لرؤيتها القلوب، عائلات مفجوعه لفقدان حبيب او قريب في حوادث مرور بالجمله، رغم الاجراءات الاحترازيه على مختلف المستويات. المديرية العامة للأمن الوطني تعايش عن قرب الوضعية بعناصر مصلحة الأمن العمومي الموزعة عبر التراب الوطني، بحملاتها التوعوية غير المناسباتية مع مختلف الشركاء، وبترسانة من العدة والعتاد لردع تجار الموت، آخرها وكما هو معمول به في كبرى الدول تعزيز وسائل الأمن والوقاية بهذه السيارة التي تجوب الطرقات متصيدة المخالفين.
معك الان دوك انت تقدر تسبب في حادث مرور كاين ما كاش عائله اخرى تقدر دير اكسيدون تقدر كيما عندك مخالفه تاع المناوره ممنوعه في طريق سارع. هذا الموت كي يحبسوه؟ لا ما ظلمونيش الحق، هذه يعني حاجه يعني مليحه علينا ومليحه كامل المواطنين اللي يطبق على الناس كامل القانون هذايا. انا قابل به باسكو سوي كونت انسان اللي يدير عفايس ماشي مليح في الطريق، باسكو نعرف باللي راح يهلك روحه وان بليس يهلك الناس اللي موراه واللي قبله. تم تسجيل ما يفوق 5650 مخالفة خطيرة خارج نطاق المراقبة الثابتة، يعني المخالفات التي تحدث أثناء سير المركبات. إذا هذه الإحصائيات وإن دلت فإنه يدل على أن هذه الفرقة تقوم بمهام جبارة في إطار الوقاية من حوادث المرور. حاجة مليحة، صافي بليزير الحوايج كيما هادو، ماذا بينا حنا تكون في كل مضربة هكذا باش موان دو ريسك الناس تولي تمشي اون فامي، موان دو ريسك موان دي زاكسيدون موان دو تو. باش تمسكو هنايا حبسوا كاميو دوبلي في الطريق، هذاك اللي كان يسوق في الكاميو ما على بالوش بلي لا بوليس حتى خرجوا فيه زيروه. تغطية أمنية جوية أيضا تضمنها 14 مروحية تعدها الوحدة الجوية منذ إنشائها سنة 2003، تطلع بمهام متابعة انسيابية حركة المرور، التظاهرات الرياضية، المرافقة وغيرها، بفضل نظام كاميرات مراقبة مجهز بنظام إرسال فيديو رقمي عصري يضمن تغطية جوية آنية لكافة إقليم الجزائر وأجزاء من الولايات الأخرى. يعني الاجهزه المتطوره اللي كاينه على المستوى العالمي، الشرطه تاعنا يعني خطات خطوه كبيره من ناحيه الاقتناء الاجهزه يعني التكنولوجيه الحديثه، من بينها دعم الجهاز الجوي. الطيار يركز في المهمه، يركز يعني في المهمه، والتجهيز اللي كاين على هذه الحوامه يساعد كذلك على نقل الصوره في انها. احنا اللي كنا نخدموا به اليوم هذا هو كاميرا جور، هذا هو باسكو فيه ان زون كونتيني وفيه هذا الانفراروج وهذا سيلي كاميرا فاب ليمينوزيتي كي تبدا تطيح الظلمه ولا سيلي فيها. حظيره جويه يؤطرها صفوه من المهندسين والتقنيين الذين تلقوا تكوينا نظريا على مستوى مدرسة أوراس للطيران ببتنا وآخر تطبيقي بالمدرسة المتخصصة في الحوامات بعينارنات بسطيف. وهذه دروس تأهيلية تطبيقية تنعش المعارف لا بد منها على حوامة سنجاب. هذا البرنامج التكويني كان بمساعدة كبيرة من وزارة الدفاع الوطني اللي سهرت ديما على التكوين تاع الطيارين. الصيانة هنا في الجزائر تقام في هذا المقر التقني رانا فيه وتقام ب 100% من كفاءة جزائرية. توسيع رقعة التغطية الجوية بوحدتين في الشرق والغرب هي آفاق الغد القريب لتعزيز مهام المراقبة التي سيتم تطعيمها بأرقى وسائل الدعم اللوجستيكي. مسح شامل لمختلف الولايات لضبط النقائص هيكليا وبشريا يتم بمقتضاه برمجة عديد المشاريع تفوق 40 يتم تدشينها سنويا منذ سنة 2010 لبلوغ التغطية الأمنية المأمولة. الهدف الأساسي هي التغطية الأمنية لكل المدن فيما يخص في ميدان اختصاص الشرطة كشريك في الهندسة الأمنية الوطنية.
يعني حضور شرطة في كل أمن في كل دوائر في كل بلديات. في الحد في الوقت الحالي رانا وصلنا للتغطية 80%. ومع كل خرجة ميدانية اجتماعات القمة بالقاعدة بعيدا عن الأضواء لتحرير عقدة الألسن وطرح الانشغالات. إلا قيمنا في مدة هذه 4 سنوات إلى 5 سنوات راهي مست حوالي 175,909 حركة نقل. الترقية إلى حسبنا من 2011 إلى 2015 عرفت عملية الترقية مست حوالي 70,000 موظف شرطة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا. هذه العملية راح تمس 8,233 موظف شرطة اللي راحين يترقوا إلى رتبة ملازم أول للشرطة. الأعوان الشبيهين لزاجون أسيميلي زيهم مدنيا وليس رسميا، لكن ذلك لا يسقط عليهم الانتماء للمؤسسة الشرطية وخضوعهم لمعايير انتقاء دقيقة رغم اختلاف التسمية، إلا أنهم ليسوا بأنصاف شرطيين أمام حجم المهام الموكلة إليهم وتعدادهم حوالي 40,000، لكنهم كانوا في عداد منسيين في سلم الأجور والترقيات. منذ 4 سنوات الأخيرة شنت أو فاقت عدد 7,000 عون شبهي اللي تم ترقيتهم إلى رتبة أعلى، ولو كان نقارنهم مع بلاك نقول لك 20 سنة قبل 2010 نقول لك شحال العدد، عندي العدد طلعوا 259 فقط. والاتصال المؤسسات الداخلي إذن الذي أرسل دعائمه إطارات شابة، وليس أقل منه الاتصال الخارجي على اختلاف مسمياته الجواري التقاربي التشاركي الذي أخذ مداه إيجابيا في خماسية الحوار مع المواطن الرقم 1 في الخطاب الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني التي ما فتئت تستحدث الأطر لإدماجه كشريك فعال في مكافحة الجريمة. سجلنا خلال 2014 ورود أكثر من 4,000 اتصال هاتفي عن طريق الرقم الأخضر 15,140 من طرف المواطنين. نوعية هذه الاتصالات غالبا ما تنحصر في التبليغ عن مختلف الجرائم، عن حوادث المرور أو طلب النجدة، حيث تتدخل مصالح الشرطة في الحين، ومما ساعد على القضاء على الجريمة وهي في المهد. استغلال التكنولوجيا الحديثة ليكون عندها الأثر المباشر على المواطن الكريم، وخاصة فيما يتعلق بتقديم خدمة أحسن على غرار 1548. أصبح اليوم الإعلام يستعمل عدة وسائط إعلامية على رأسها منتدى الأمن الوطني وإذاعة الأمن الوطني، وهناك مصلحة للسمع البصري، وكذلك إنشاء مكتب العلاقات العامة بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني. في هذا الموقع الإلكتروني كذلك أنشأت صفحتي الفيسبوك وتويتر للتواصل مع المواطن، والهدف دائما هو الوصول إلى إيصال المعلومة الأمنية الموضوعية وفي وقتها بكل شفافية. لا بوليس اللي قتلني الشعب يعاونها شوية سيدو، رانا نمشوا للخارج ولا حاجة، ولا مثلا نسمع باللي في سويسرا الشعب السويسري كاع يريد لا بوليس واحد يشوف حاجة ثاني هذاك فو با ليسي لي شوز هذاك، انا يفو با روغاردي لا بوليس كوم جو نسي با موا، يفو جوستمون يفو ايدي لا بوليس. الامن هو الامان، وربي اطعمهم جوعا وامنهم يخوف، صدق الله العظيم. والشرطه الله يحفظهم، الله يحفظ كي الشرطه كي يجي يشكي الامك كاع الاسلاك الله يحفظهم. سي نوري با بوليس يوري كون انارشي سيرتينمون، هذاك تاع كونتي لا بوليس الحمد لله يوري ان ايتا كي انديبوندون ان ايتا كي Juste. مرحبا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثيريات القناة الإذاعية الأولى في حصة لأمنكم. لم تخطئوا التردد، أنتم فعلا في رحاب حصة لأمنكم التي تطفلت عليها اليوم لسرقة الميكروفون وليس الأضواء من خيرة إطارات الشرطة الجزائرية. وما الإعلام والأمن إلا شريكين مكملين لرسالة الإعلام الأمني عنوانها المواطن، الذي يدلي بدلوه اليوم في موضوع السلام المرور
ضرورية في هذا الفضاء التفاعلي مباشرة وبعيدا عن مقص التركيب. نلتقي بعد الفاصل. الآذان الصاغية لانشغالات المواطنين وصوت الشرطة الجزائرية على أمواج الإذاعة الوطنية. دور الأيام الإعلامية للأمن الوطني في تقريب الشرطة من المواطن، وكما سبق وأن أعلمت ذلك، نرحب بضيوف الكرام الحاضرين معنا. وها هي دي إدارة الاتصال والعلاقات العامة توقع شهادة ميلاد تميزها وتفردها بحصتين إذاعيتين أسبوعيتين بالقناة الإذاعية الأولى في الصميم ولأمنكم كعلامة من علامات الشرطة المجتمعية والاتصال التفاعلي تكريسا لمبدأ المواطن هو أساس الأمن. حتى نتمكن أولا للاستجابة لانشغالاته في مختلف المجالات خاصة في المجالات الأمنية، ثانيا حتى أن الصورة تاع جهاز الشرطة لدى المواطن هذا تتحسن وتولي في أرقى درجات الصفاء. في إطار سياسة الشرطة الجوارية اللي تعتمد بقدر كبير على الجانب التوعوي التحسيسي إشراك المواطن في المعادلة الأمنية، دونك واش راكم تلاحظوا حاليا هو عمل يقوم به عناصر الامن الوطني ياتي كتكمله للمجهودات اللي يقوم بها عناصر الشرطه في الميدان. تركت في سياره اجره وكان موضوع على حصد في الصميم على سائقي السياره وسياره الاجره يعني شفت هذاك سائق الأجرة هذاك يعني شغل فرحة باللي يعني حصة أمنية تتكلم على سائقي الأجرة. شفت كيفاش كانت رد الفعل تاعو كامل وبدا يهضر على الشرطة وقال باللي يعني هذه مبادرة جيدة للناس يعني الأمن الوطني يهضروا علينا، وزادوا داروا يعني حصص واحدة أخرى تحكي على كاع شرائح المجتمع. فضاء تفاعلي أمني امتداداته ضاربة في الإذاعات المحلية عبر 48 أمن ولاية بنماذج حصص دورية مقاصدها عملية مرتبطة بمهام ودور الشرطة وإعلامية توعوية تثقيفية. من رحمها يتم تلقيح مولود اسمه إذاعة الأمن الوطني. هذا الفضاء عزز دورها حيث هي تطمح إلى أن يكون لها فضاء يصبح فيه المواطن شريك يعني في العملية الوقائية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني يعني بامتياز. يعني أنتم تعلمون بأن أفضل أهم سلعة يعني نقدمها للمواطن الكريم وهي السلعة ثمينة جدا وهي سلعة الأمن. يعني بالأمل مع جهاز الشرطة لقيت نفسي اني ما نعرفش حوايج بزاف على جهاز الشرطه. لقيت روحي يعني انسان يعني في هذا الميدان يعني مانيش متمكن، يعني الناس يعني منتشرين في كل مكان في كل مكان، مفكرين ومبدعين وسياسيين واصحاب اقلام يعني ما شاء الله. ونحن في عز الصيف، الإيحاء الأمني لتلك الإجراءات التعزيزية الاستثنائية الاحترازية التأمينية على مستوى الشواطئ والأماكن العمومية لينعم المواطن بأسباب الراحة النفسية التي تمنحها له رؤية دورية الزرق. فصل الصيف أيضاً هو أجندة مثقلة بالنسبة لشرطة الحدود ثقل برنامج الذهاب والإياب الذي تحتسب له قبليا. فرقة شرطة الحدود البحرية بميناء الجزائر الأنموذج في هذا التحقيق تسير مع تيار هذا التوافد بل وتتجاوزه بإجراءات تنظيمية تسهيلية وقائية. القوات الشرطة المتواجدة بالمحطة البحرية وحتى بالحيز المينائي مجندة ليلا ونهارا لتأمين الحيز المينائي، تأمين المنشأة، جانب المراقبة الحدودية، تقديم جملة ولا كثير من التسهيلات لتتم عبور المسافرين عبر المنفذ البحري بسهولة ودون تعقيد في الإجراءات.
عين على سيارات غير معدودة وحوالي 1200 مسافر يوميا، وعين أخرى تتفقد البؤر المشبوهة لمن تسول له نفسه التسلل في مغامرات هجرة غير شرعية. بؤر هي أشبه بالأفران المتقدة، لكن حرارتها الملتهبة لا تعيد الشرطي أدراجه، وحرارة إرادته أقوى وأشد. فيه ظروف صعبة وسخانة بزاف، بصح حنا دخلنا الجهاز هذا نخدموا في السخانة في البرودة، نخدموا في كل الأوقات في كل الظروف. نلاحظوا أنه هناك تحسن كبير في توقيف عملية الهجرة السرية بفضل المجهودات اللي تقوم بها الشرطة، حيث كما نقولوا حنايا لو ديسبوزيتيف اللي قاعد يعزف الليل بلس لو ديسبوزيتيف اللي قاعد يعزف السفينة حتى الإقلاع تاع السفينة. انسيابية مشهودة في نقاط المراقبة على لسان مسافر لا يجامل على حساب وقته وأعصابه. لا بوليس ما قعدتش معاه مام با سمين جوسكو ماتنون سيتي تري رابيد. البوليس اللي قام على الدخله، اللي قام في نص الديوان، اللي قام عند البابور. كان تساهلات مش كما قبل. قبل كانوا شويه كومبرومو على بالك. استنى زادوا الاجراءات هذيك الاداريه، كانوا اللي فيش بوليس تعمريها دوك ما كانش. وهذا يخلي المواطن الجزائري او المهاجر يقضي مده 33 ثانيه بعد ما كان يقضي مده الدخل. صباح قطع معنا مختفي. اخي هذه تاع ليزاكسيدون سكور عيب بزاف. الإحصائيات راهي كارثة، حتى شوية نإيفيتو. الله يسهل أخي. صحة سلمك صحيتك. شوف كيف تكسر الصيام داخلة في التعب. ما كنت ولي في التعب. ما كنت ولي في التعب. ها هو مشكل ها شوف والله راه مقارع وقاعد يتفطر. أنا نلحق شوف. هاي. فرخوص يا فرخوص. وبين البينين الالتفاف مع العائلة حول مائدة رمضان أو مقارعة من باغتهم الآذان في مفترق الطرق. بثغر باسم ووشاح إنسانية ورسائل توعوية، صاحب البزة الزرقاء ها هنا يغلب ميزان الواجب الإنساني على التزاماته العائلية. أنا راني بخدمة تاع الشعب، نخدم الناس مرحبا بك. مرحبا بك. بعضنا بعض. شكرا. ونرفو ليد التزام بعضنا بعض. بارك الله فيك. نهيد وحدة كاع. زينو نهار اليوم صحايب بوم، زينو نهار اليوم بروك عيد. السلام عليكم، صحة عندكم كل عام وانتم بخير. هو العيد السعيد إذن الذي يذوب الرسميات بسمو المعاملات. وعن سؤال المتنبي، عيد بأي حال عدت يعيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد؟ يجيبنا تاريخ 22 جويلية 2015، والتجديد فيه هذه المرة احتفال مزدوج بعيد الفطر المبارك وعيد تأسيس شرطة بلاد 53. فعيد سعيد وعلى خطى تطور الشرطة الجزائرية. نلتقي.